Good evening and welcome to tonight's festivities. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى أنكم تكونوا مزيانين. اليوم جيت باش نكمل لكم الكور ديال الميكرو كانونيك، نساليوه. بقات لنا واحد البارتي اللي كانوا طلبوها مني الطلبة، اللي هي تيوريم دو ليوفيل. غادي نساليوها إن شاء الله اليوم. وهاد الروطا اللي كنديرو راه والله ما كنلقى الوقت، داكشي علاش كندير عليكم الروطا. سبحان الله، كل واحد وعنده ظروف. مهم، نتمنى انه يزينا الحال ويزينا الوقت. المهم، بطريقه تاع التمارين اللي كتقولوا لي دير التمارين وهذا اللي كاين، اللي كيصيفطوا لي في الفيسبوك ولا في الواتساب. بالنسبه للتمارين غادي نساليو الكور، ولكن التمارين راه الا درت معك غير 4 ايام ولا 3 ايام في التمارين كيبان لي كافيه، فهمت؟ يعني ماشي بحال الكور. الكور خصو ضروري يتنضبط، و باش ملي نكونوا في التمارين غادي تكون فاهم داكشي اللي في الكور. بصح الا بدينا نشام التمارين ما كتعرف صافي غيان، بحال اللي ما كاين والو. المهم، نتمنى انه تضبطوا الكور مزيان باش يسهل عليكم التمارين وتجيبوا مزيان ان شاء الله في الامتحان. المهم، دابا عندنا تيوريم، كما قلنا تيوريم دو ليوفيل. هاد تيوريم دو ليوفيل كاين اللي كيقراوها ولا وانتم مازال ما قريتوهاش. المهم، اصحاب الاس 5 كيقراوها في الفلويد، في الاس 6 كيستعملوها بزاف، وحنايا غادي نستعملوها في الفيزيك ستاتيستيك في لسباس دو فاز. دونك اللي نفترض دابا، تخيل معايا، نفترضوا واحد الفوليم في لسباس دو فاز. هذا الفوليم نسميوه دوبل في، الانتيريور ديالو يعني دوبل في، والسيرفاس ديالو هي هذه، يعني هاد الباغوا اللي طاير به نسميوه سيغما. متفقين معايا؟ هذا في لسباس دو فاز، يعني في لا كونتيتي دو موفمون والبوزيسيون. هاد الفوليم فيه واحد لونسومبل ستاتيستيك، يعني هذا كتابه كنسميه واحد لونسومبل ستاتيستيك، فيه واحد بليزيور بوان، يعني كونتيتي هنايا سوا. المهم شي حاجه كاينه هنا، المهم دي زيتا ميكروسكوبيك وصافي، دي بوين ريبريزونت هاد الفوليم. ها هو في دونك هاد الفوليم ما كيبقاش كونستانت كما كنعرفوا حنا، يعني ما غاديش يبقى توجور كونستانت، مي غادي نشوفوا التيوريم دو ليوفيل لمن غادي توصل وكيفاش غادي تنطلق من هاد لو نومبر ديال لي بوين في هاد الفوليم، كيفاش غادي دير الترسهم ولمن غادي توصل. دونك هاد الفوليم غادي نفترضوا هاد لو نومبر ها هو فينا ديال لي بوين، غادي نفترضوه باللي كيفاري، يعني كاين اللي كيخرج ها هو كاع هذا اسباس دو فاز. متفقين معايا؟ ولكن حنا اختارينا غير هاد الفوليم فيه. دونك هاد الفوليم فيه كاين واحد دي بوين اللي راهم على برا هنايا، دونك واحد الترونسفير كيبقى حنايا مع هاد الغشاء هو فينا. نفترضوا كاين اللي كيدخل وكاين اللي كيخرج. هذا ملي كنقولوا غيسي ولا سيدي، يعني هاد التوتال نتاع لونترو اي سورتو كيكون عباره على شكل واحد الفلي في. وباش ما نغلط لكمش مع لو نومبر ديتا اكسيسيبل، نحيدوها هادي، يعني نسميوه الفلي. مهم فلي ها هو، نديرو هنايا. المهم كاين فلي وصافي. دونك هاد لا فارياسيون ديال هاد لو نومبر لي في لانتيريور ديال هاد الفوليم
الا بغينا نحسبوا بعدا سي شحال هو هاد لو نومبر هنايا شحال كنا في ليسباس دو فاز بحيث ان دي دبليو في شحال كتساوي في ليسباس دو فاز دي دبليو في كتساوي لي هي دي دو كي في دي دو بي متفقين معايا في ليسباس دو فاز دونك الا بغيت لو نومبر لو نومبر حنا عارفين هيا نكتبها لكم هنايا لو نومبر نومبر كيساوي لي توجور هذا ملي نقول لك نومبر والله شي حاجه باينه هي لا دونسيتي ديتا بي كي في دي دوبل في هذا النومبر اللي راني باغيه الا كنت باغيه ندير لانتيغرال حدا الفوليوم دوبل في دونك هذا كنعتبروه نومبر ديال الميزير ديالنا ولا نومبر دي بارتيكيل ولا نومبر دي زيتا ميكروسكوبيك ولا هذا ديجا كنا شرنا ليه هنايا لا دونسيتي ديتا في دي دو في سي تان نومبر دونك الا بغيت لا فارياسيون ديال هذا بارابور لو طون يعني كيفاش يدير فاري اصلا كنعرفوا بلي الفارياسيون سي تان ديريفي ديال كيلكو شوز ديال واحد لا كونتيتي دونك الا بغيت نشوف الفارياسيون ديالو غادي ندير لا ديريفي بارابور لو طون ديال هاد لو نومبر اللي هو لانتيغرال ديال لا كونتي ديال لا دونسيتي ديتا بي كي في دي دبليو في دونك هذا دونك نومبر بار يونيتي دو طون ياك هاك دونك باش غادي نشوفوه في اللحظه دي دو تي نضربو في دي دو تي السكوند يمشي مع السكوند تبقى لي لا فارياسيون ديال لو نومبر دونك هذا لا فارياسيون ديال هاد لو نومبر ديال لي بوين ا لانتيريور دو سو فولي يبقى لي هنايا في هاد ملي كيدخل ويخرج غادي نشوفو كيفاش كيدخل وكيفاش كيخرج وكيفاش لو نومبر كيفاري باش نسهلو على راسنا الكالكي غادي نختاروه سو فورم سيلندريك مثلا غادي نختارو واحد دي دوبل في غير صغيره دي من هذا سو فورم سيلندريك عندي هنايا وهنايا متفقين معايا دونك الا كنا كنسميو هذا هادي سيغما دونك هادي هي فينا هزيناها من هاد سيغما يعني واحد السيرفاس هي فينا متفقين معايا كنسميوها دي دو سيغما نسبة لهاد سيغما افترضوا هذا بحال الكره يعني ماشي غير دو ديمونسيون كرانيان واضح وهذا الطول ديال هاد السيلندر دي دو ال دي دو ال متفقين معايا دونك هذا هو لو سونس ديريكسيون ديال هاد السيلندر هذا دي دو ال المتجهة الوحيدية ديالو هي هذه وهو نفسه لا نورماليزاسيون ديال دي دو سيغما دونك هاد لي بارتيكل كيتمشاو هنا بواحد السرعه اللي هي في في السيلندريك ها هي في السيلندريك في سيلندريك يعني ديال ماشي ديال السيلندر ديال لي بارتيكل اللي في السيلندر والله ديال المهم هاد لي بوين اللي كنهضر لك عليهم تخيلهم كما بغيت دي زاتوم دي بارتيكل دي زيتا ميكروسكوبيك المهم هذا هاد الفارياسيون اللي كيوقع هنايا ولكن مادام راني في ليسباس دو فاز يعني كنسميهم دي زيتا ميكروسكوبيك ولا لي بوين كي ريبريزونت ا لانتيريور ديال هاد لي سباس دو فاز متفقين معايا يعني باش نتفهمها مثلا هاد لي سباس دو فاز هاني اختاريته هنايا وهذا الفوليوم اللي هنايا وعندي دي بوين اللي خارج هاد الفوليوم اللي نخدم عليه وكاينين وحدين اللي لداخل متفقين معايا دونك في سيلندريك كتساوي دي دو ال ديفيزي بار دي دو تي هذه هي لا فيتيس ديالي دونك الا بغيت دي دو ال دونك دي دو ال شحال كيساوي لي كيساوي لي في في دي دو تي هي لا فيتيس ديالي الو بالنسبه ليا الا بغيت نشوف الفاريا عاود لو نومبر اللي كاين هنا في هذا السيلندريك لو نومبر سمو قلنا لو نومبر في هذا الفوليوم ديال السيلندر الفوليوم ديال السيلندر فوليوم ها هي فوليوم
سيلندريك سيلندريك في هذه الحالة، غير في هذه الحالة شحال كيساوي هو المساحة ديالو في الارتفاع ديالو، سيتادير دي دو سيغما في دي دو ال، ومادام عندهم نفس المتجهة الواحدية ولا نفس لو فيكتور يونيتير، دونك غادي تساوي لي هي دي دو سيغما في دي دو ال، واللي هي نفسها دي دو ال شحال هي، هي في في دي دو تي في دي دو سيغما، عوضت غير دي دو ال هي في في دي دو تي. الا بغيت هذا هو الفوليوم، الا بغيت لو نومبر، لو نومبر اسمه هو، وقلنا هو لا دونسيتي تيتا غو كي بي ديال هذا لو نومبر فوا هذا الفوليوم في في دي دو سيغما في دي دو تي. ولا بغيت لو نومبر ندير لانتيغرال على من على سيغما، حيت راني دابا عندي الفاريابل هو دي دو سيغما. دونك هذا لو نومبر اللي راه في السيلندريك هو اللي راه يفاريي من هنا لهنا. دونك هذا داك الفوليوم دي دبليو دي دو في سيلندريك، هذا الا بغينا توتالمون يعني اختارينا غير هذا الفوليوم ها هو فينا اللي في السيلندريك. الا بغيت نشوف كاع لو نومبر، ماشي الفارياسيون، هذا الفارياسيون، الا بغيت كاع لو نومبر هنا نطبق التيوريم دو ديفيرجونس ولا التيوريم دو اوستروغراتسكي، تيوريم دو ديفيرجونس ديفيرجونس ولا اوستروغراتسكي اوستروغراتسكي. شنو كيقول لك اوستروغراتسكي؟ كيقول لك يمكننا ننتقلوا من لانتيغرال سيرفاسيك لواحد لانتيغرال فوليميك، بحيث ان كنسميوها تيوريم دو ديفيرجونس، يعني كننتقلوا من هنا للديفيرجونس، يعني لانتيغرال سيغما على سيغما ديال غو كي بي يعني في لسباس دو فاز في 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 دي دو سيغما في دي دو تي، كتساوي لك لانتيغرال لانتيغرال ديال ديفيرجونس تاع هذا ديفيرجونس ديال غو في في، وهاد دي دو سيغما تولي لي دي دوبل في في دي دو تي. هذا هو لو نومبر اللي كاين في السيلندريك. دونك هذا لو الفارياسيون، هاد الفارياسيون اللي يخرج من السيلندريك ويمشي بالنسبه لينا كينقص من الفوليوم، شحال معنى يعني من كي يخرج يعني راه نقص هذا اللي راه في ها هو هذا مشى منا، مثلا مشات واحد الكميه دخلت لهاد السيلندريك يعني نقصت من هذا. دونك الفارياسيون، هاد الفارياسيون اللي قلنا مادام هاد السينيفيكاسيون نتاع نقص، هاد الفارياسيون ديال هاد لو نومبر اللي هو مشى للسيلندريك اللي هو هاني غادي ندخل هاد هاي على ديريفي، غادي ندخله هنايا هو على دوبل في ديريفي ديال غو سير دي دو تي مضروبه في دي دوبل في في دي دو تي ياك ايغال، مادام قلنا نقص يعني كيساوي هاد الفارياسيون كيساوي هو نقص كيساوي موا هذا اللي راه في السيلندريك، حيت هاد السينيفيكاسيون ديال نقص يساوي موا لانتيغرال ديال هذا اللي في السيلندريك هو هذا ديفيرجونس ديال غو في في دي دوبل في في دي دو تي. هاد دي دو تي مشات مع هاد دي دو تي، ونرجع هاد لانتيغرال هنا لانتيغرال دوبل في هنا تا هو على دوبل في ديال دي دو غو سير دي دو تي بليس ديفيرجونس ديال غو في في، هادشي كلشي في دي دوبل في ايغال ا زيرو. دونك لانتيغرال ايغال ا زيرو ما يقدر يكون صحيح الا اذا كان ما بداخل لانتيغرال ايغال ا زيرو. دونك تو سامبلومون دي دو غو سير دي دو تي بليس بلا متجهه هنايا بليس ديفيرجونس ديال غو في في ايغال ا زيرو. هذه هي ليكواسيون اللي نقدروا نستنتجوها منها، هذه ليكواسيون ديال لا كونسيرفاسيون دو ماس. هنا شنو كنستنتجو؟ بلي ان
هاد ليكواسيون هي فينا يعني كونسيرفاسيون كنسميوها كونسيرفاسيون دو ماس. دونك تو سامبلومون لو نومبر توتال ديال ان ديال هاد لي بارتيكل اللي كاينين هنا ولا ريبريزونت كيبقى كونستون، سوا خرج ودخل داك اللي كيخرج هو اللي كيدخل، المهم ماشي سوقنا. التالي كاع كنوصلوا بلي ان التيوريم هذه هي فينا نتاع كونسيرفاسيون دو ماس كتامبليكي لي بلي ان لو نومبر ان توجور ال ريست كونستانت. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه ليكواسيون وغادي نزيدو نكملوا، راه ماشي هذه هي التيوريم ديال ليوفيل، ما تقدرش توقف غير هنايا، باقي عاد كيفاش نزيدو نخدم. تحياتي والى اللقاء.